مرحبا بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة.net. أعلن المعارض مختار أبليازوف المقيم في باريس عن وجود هيئة تنسيق للاحتجاجات تعمل من العاصمة الأوكرانية كييف، وطلب أبليازوف في مقطع مصور على تويتر من المحتجين السيطرة على كل مؤسسات الدولة، ودعا إلى الاستمرار في الاحتجاجات حتى إسقاط نظام نازاربايف. توكايف وكل السلطة الحالية في البلاد. أدت الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان إلى سقوط قتلى وشلل النقل الجوي، وفي حين أعلن الرئيس حالة الطوارئ على كامل الأراضي وقبل استقالة الحكومة، دعا أبرز المعارضين لمواصلة الغضب لحين سقوط النظام. قتل 8 عناصر من قوات الأمن والجيش وأصيب المئات في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام عديدة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وسيطر المحتجون على مطارين في مدينتي ألماتي وبتاو، وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إن إرهابيون استولوا على 5 طائرات في مطار ألماتي، بعضها أجنبية. وكانت الرئاسة الكازاخستانية أعلنت في وقت سابق أن الحكومة قدمت استقالتها للرئيس قاسم جومرات توكايف، وكلف نائب رئيس الوزراء بتصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. وجاء ذلك في محاولة لتهدئة غضب الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج وأضرموا النار في مبان رسمية احتجاجا على الأداء الحكومي وارتفاع الأسعار. وقد أمر الرئيس الكازاخستاني الحكومة بالسيطرة على أسعار الوقود والسلع الأساسية، وقال إن الحكومة المقالة تتحمل مسؤولية التوتر، وإن الوزراء قد أخفقوا في مواجهة التضخم. أشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز، الذي يعود إلى ارتفاع الطلب على اسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام، لكن الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم. وعقب اندلاع المظاهرات دعا توكايف لضبط النفس، وإنه يتعين أن يتحلى المتظاهرون بالمسؤولية وأن يكونوا على استعداد للحوار. وأضاف الرئيس إن توجيهات صدرت للشرطة بمنع حدوث انتهاكات للنظام العام، وقال إنه طالب السلطات بإيجاد حل يصب في صالح الجانبين. بعدما شهدت هذه المدينة الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد مساء الثلاثاء مظاهرة ضخمة، استخدمت الشرطة لتفريقها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع. وتظهر صور الإعلام إن المحتجين نهبوا مبنى حاكمية ألماتي، وإن النيران اشتعلت في الطابق الأول من المبنى. أعلن توكايف حالة الطوارئ في ألماتي ومقاطعة منجستاو اعتبارا من الأربعاء 5 من يناير كانون الثاني حتى 19 من الشهر ذاته، مع حظر تجول ليلي يبدأ الساعة 11 ليلا وينتهي عند 7 صباحا. ولاحقا أفادت التقارير بإعلان حالة الطوارئ على كامل الأراضي الكازاخستانية. ودعا توكايف رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه بالتهديد الإرهابي، وقال إنه سيعلن قريبا حزمة مقترحات جديدة تتعلق بعملية انتقال السلطة في بلاده،
كما أعلن رئاسته لمجلس الأمن القومي الذي كان يترأسه الرئيس السابق نور سلطان نزار باييف. شدد توكاييف في خطاب للشعب على نيته التعامل بحزم مع ما تشهده البلاد من احتجاجات، وذكرت وكالة رويترز إن الشرطة اعتقلت أكثر من 200 شخص بعد مهاجمة مبان حكومية خلال الاحتجاجات، في حين قالت وزارة الداخلية إن المحتجين أحرقوا 37 سيارة شرطة خلال المظاهرات. وفي وقت مبكر من فجر الخميس قال رئيس وزراء أرمينيا إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي سترسل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان. من الواضح إن هذه المظاهرات والاحتجاجات لم تكن تلقائية، فسرعة انتشارها تذكرنا بالثورات الملونة وما يشبه الربيع العربي. لو كانت مطالب المتمردين فعلا اقتصادية فلماذا قاموا بتعطيل المطارات؟ ومن المنطقي إنهم كانوا سيهدؤون بعد تحقيق مطالبهم الاقتصادية والمعيشية. قد تم حتى الإعلان من مصادر في قناة روسيا اليوم عن عملية قطع رؤوس لعناصر الشرطة، ما أعاد للذاكرة إنه يوجد أكثر من 2500 كازاخستاني شارك وتدرب في الحرب الإرهابية في سوريا، وأغلبيتهم ضمن تنظيم داعش أو جبهة النصرة التي تسمى الآن هيئة تحرير الشام. أي تحليل معمق من منظور أمني أو استراتيجي وجيوسياسي سينتهي إلى الإشارة بأصابع الاتهام إلى واشنطن، التي تستطيع بزعزعة الاستقرار إذا نجحت أن تحقق عدة مكاسب، ليس فقط ضد روسيا التي تعتبر كازاخستان بوابتها للفضاء، بل أيضا مكاسب بوجه الصين التي هي أيضا كروسيا تشارك كازاخستان حدودا طويلة وعلاقات قوية. تحويل كازاخستان الكبيرة والغنية وذات الإسلام الغائب سياسيا نحو الغرب على الطريقة الأوكرانية ما زال في الوضع الراهن شبه مستحيل وفي خانة التجربة. لكن حتى في حال لم تنجح المخابرات الغربية بقلب هذا الاتجاه لمصلحتها، فمجرد أن تعم الفوضى وعدم الاستقرار في هذا البلد فذلك سيشكل عامل ضغط على روسيا والصين. لكل هذه الأسباب سيتوجب على هذه الدولتين أن تدعمان للآخر حكومة العاصمة نور سلطان. وتم بالفعل تحريك لقوات حفظ السلام تتضمن مشاركة قوات أرمينية، طاجيكية، قرغيزية، بيلاروسية وقوة روسية مشكلة من كتائب وألوية مظليين. نهاية أعلنت الصين أنها ترفض التحريض الخارجي لإثارة الفوضى في كازاخستان. إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد.
يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبإرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين.